احنا كل الحكايه بنتبل الريش بالتتبيله الظريفه اللي معانا دي اللي هي معروضه على الشاشه دلوقتي، وبتروحي رصها في الصينيه بتاعتك. تمام، شويه ثوم. ما بحبش اكتر بقى الثوم ولا التتبيله بصفه عامه، لاني بحب استمتع بطعم اللحمه. يعني انا ضد ان انا اتبل اللحوم عموما بحاجات كتير، يعني هي ايه لما هتبقى بتتبلها كتير قوي 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 زياده عن اللزوم، انا مش هستمتع بطعم اللحمه ده حقيقي يعني. بس ايه، بنخلط المكونات مع بعض بالشكل ده، وهنديها شويه ملح طبعا لازم، بالشكل ده. تمام، وهنبتدي بقى هننزل بالايه باللحمه بتاعتنا، ونكون جاهزين. ما بتاخدش حاجه، بس طبعا كل ما هنكون متبلين الكلام ده في البيت عدد ساعات، مثلا 3 4 ساعات او نبيتها في التتبيله، كل ما يكون احلى طبعا. بس انا هنا عشان وقت البرنامج، فانا ايه معايا وقت محدد، انما احنا في البيت بقى براحتنا طبعا. فطبعا انا بتبل اللحمه بتاعتي كويس جدا، التتبيله الحلوه دي، الثوم بيدي طعم فظيع طبعا. اوكي، طيب وتعالوا نرص بقى. هندي بس الطبق ايه شويه زيت، حاجه بسيطه. ممكن نوطي على الشوربه يا سيد بعد اذنك، ونزود لها شوربه لو عايز، لو نزود لها مرقه لو عايز. فبندهن بندهن بس الطبق بتاعنا شويه زيت، وابتدي ارص الايه الشرايح اللي هي الريش دي. اوكي، بالشكل ده. والفرن بتاعي طبعا حامي، ندخل الريش. ممكن تفتح لي بس الفرن ده بقى، الفرن ده تمام، حاجه على العالي بقى. تمام جداً.